حين حيث تشهد مصانع التحويل طوابير طويلة للشاحنات، ما أدى إلى فساد كميات معتبرة من المحصول. عبد الناصر قلال وأمينة بن رحمن. هذا هو المنظر المتكرر يوميا أمام مصانع تحويل طماطم. طوابير طويلة للشاحنات تمتد لساعات طويلة تنتظر دورها من أجل دفع المنتوج وسط تذمر كبير للفلاحين، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسببت في إتلاف المحصول. الله يبارك، السنة كاين إنتاج كبير بزاف، وعندنا مشكل دروك في ما كتشوف لاشان بزاف. عندي 3 أيام دروك، اليوم 3 أيام ما دروك مازال ما فرقش، وبالك نروح العصرة تاع الليل ويا ربي رجل ما بالك شتو الشاطورة فارغ، المنتوج خير ربي، الطماطيس راهي تفسد لنا، الفلاح راه يعاني، الوزنوات كلها مبلوكية للرقبة. هذاك اللي كان احنا هنا بالنسبة للوزنة هذه تاعنا هنا راه نجيبوا نهارين 3 أيام 24 ساعة 36 ساعة. أيام احنا نطيشوا هنا الطماطم قاعدة والماء يسيح منها، تلقاها كما نقولوا في الفايز تنقص 30 قنطار 25 رايحة على الفلاح، ثم جاية إلا في الفلاح. أصحاب المصانع بدورهم أرجعوا الاكتظاظ الذي تعرفه المصانع بوفرة المنتوج هذه السنة، إضافة إلى مشكل الانقطاع المتكرر للمياه. الإنتاج كاين، الطماطم تشوفها تدخل قوية، أكشف اللاشين حتى بثلاثة وأربعة كيلومتر، ها أكشفتها بعينك، النوعية تاعها مليحة. إحنا دوك المشكلة تاعنا في الماء، الماء يجينا ساعتين ثلاث سوايع نحبسوا، التريسيتي يروح ويجي، حرقنا ديك المرة واحد 5 ولا 6 متر. إذن هي مشاكل تعرقل من وتيرة الصناعة التحويلية في الجزائر، فعلى الرغم من الجهود الاستثمارية لم تصبح بعد الصناعة التحويلية قوة محركة للاقتصاد الوطني.